اليوم غادي نوجدوا فطائر بخبز الشاورما كيجيو لذاذين بشكلين مختلفين. اول شيء المكونات، كنحتاجوا البصل، وكنحتاجو التوابل، عندنا البابريكا، الخرقوم، ورقة سيدنا موسى. من بعد كنضيفو الزيت، من بعد كنحطوهم على نار هادئة حتى كيتقلى البصل. من بعد ما تقلى البصل كنضيفو القزبر ومعدنوس، كنضيفو توابل بيتزا وتوابل الشاورما، كتبقى اختيارية لكن كيزيدو البنة في الأكل. أما بالنسبة للفلفل، بما أنه طايب كنخليو حتى لآخر مرحلة. كنضيفو الكفتة، يمكنكم تستبدلوها بصدر الدجاج أو الطون على حسب الرغبة والاختيار ديالكم. ومن بعد كنحطوها على نار هادئة حتى كتقرب طيب، وكنزيدو الفلفل وكنحركو المكونات مزيان. من بعد كنزيدو صلصة ببنة الشواء، كتبقى اختيارية. ومن بعد كنزيدو القليل من لاصوص صوجا، كتبقى اختيارية لكن كتزيد البنة في الأكل. كنحركو المكونات مزيان لبعض الدقائق، كنخليهم على نار هادئة. ومن بعد كنزيدو الجبن على حسب الاختيار الكمية اللي بغيتو تزيدوها. والآن كنتقلو لمرحلة تحضير الخبز. كنشدو هاد الخبز نتاع الشاورما، وباستعمال داك المول كنقطعوه لدوائر، كيبقى الحجم على حسب الاختيار ديالكم. ومن بعد كنجيب واحد المول على هذا الشكل، وكنبقاو نوضعوا فيه دوك الخبز نتاع الشاورما بالطريقه المبينه في الفيديو. من بعد كندهنهم بأي صلصة متوفرة، أنا هنا دهنتهم بالصلصة الأندلسية. الآن كنوضع الحشوة في داخل الخبز،
من بعد كنضيفوا الجبن المبشور من بعد ما كملتهم كاملين كندخلهم الفرن لبضعة دقائق يتحمروا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. الان ندوزو للتشكيل الثاني. بالنسبه للتشكيل الثاني غادي نحتاجو نفس الخبز ونفس المكونات. انا زدت هنايا الطماطم والجبن شرائح والجزر محكوك. بالنسبه لهذا التشكيل غنديرو على شكل تاكو المعروف. اول شيء كندهن الخبز بالصلصه اي صلصه بغيتو. من بعد كنزيد الحشوه اللي حضرتها معكم قبل قليل. من بعد كنزيد القليل من الطماطم والجبن شرائح. والقليل من الجزر المبشور. من بعد كنجمع الجوانب الاطراف بالكوردون. من بعد كنستمر في نفس المراحل اللي ورتها لكم من قبل حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. من بعد ما كملتهم كاملين كندخلهم للفرن غير يتحمروا حتى كنخرجوا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. الصراحه بزوج التشكيلات كيجيو واعرين. المذاق كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوهم وتقولوا لي الراي ديالكم في الكومونتير. ما تنساوش لايك سبسكرايب وكومونتير. وننتظر الفيديوهات القادمه ان شاء الله.